جود مورنينج جود مورنينج. زرتهم باول فرع، زرتهم بثاني فرع، واليوم لاول مره رح فوت على المعمل. المعمل اللي صار له مش كتير زمان، شهر او شهرين، عم بيقدر اليوم يوصل على 5 محلات، والحلم كتير كبير. بروفيترول بارمي بتبلش هلا. We're making shoe pastry today, so profiteroles. What we are. Anthony, how are you? We're here at Profiterole Patisserie, which started around 20 years ago. My parents originated from Lebanon in a small village called Atani. They came here around 25 years ago and they opened the store. We started in Guildford. When we started in Guildford, we started as a little takeaway store, which sold cakes, you know, croissants, all that stuff. We have now expanded into a more cafe style with, you know, your customized orders, your wedding cakes, your birthday cakes, all that stuff. We also have around a dessert bar with cocktails, crepes, waffles, pancakes, all that type of stuff. We are 5 stores at the moment and we have a big dream to open all around Australia. يعني تعنا بتسريب لبنان ونحن ورا البابا هو أساس المصلحة يعني، وبعدين بلشنا نحن وهلا أولادنا كنا صغار وفتنا بالمصلحة ورجعنا ظروف لبنان جينا على أستراليا. هي بالفعل مثل ما بتعرفوا بروفيترول، هي السمول بروفيترول اللي هي من عجينة الأكلير، هي بروفيترول. هيك بلشنا اسم الباتسري. أنا حنا يعقوب من عقتنية أدا صيدا. كنت تردد على باتسري لغوندول، صاحب الغوندول ابن عمتي، شوفه عم يشتغل بزوزي بالقواليب، وانا كان عندي هواية رسم. قلت له انا بتشغلني عندك؟ قال له خال شو بدي شغلك، قديش بدي اعطيك بالشهر؟ قلت له قد ما تعطيني بس شغلني عندك. كان يعطي للشغيل او المدفوت 125 ليرة لبناني، اعطاني 175 لاني بدي اقعد انا ببيروت لحالي، واعطاني بيت بالمعمى. لما فت انا صرت اجى عيد الكبير كان عم بجيبوا بيض شوكولا زلط بلفوه بالسلوفان وببيعوه. صرت انا افكر شو بدي اعمل فيه. قلت له خال جيب لي كم شي 20 30 بيضه ما تلفهم بالسلوفان، جيب لي اياهم زلط مش ملزقين. قال لي لشو؟ قلت له جيب لي اياهم. صرت اعمل بيوت للهنود بالادغال ببيض الشوكولا وحط لهم مثل القصب، وانتشرت هيدي بهالشغله ببيروت كلها، وصاروا اصحاب المحلات بعد ما خلص من الغوندول يبعثوا وراي عشيه بالليل لاعمل لهم هول الاصناف. وبعد مده بيجي واحد اسمه فؤاد زنتوت، ايام رئيس الجمهوريه فؤاد الشيخ، بيجي جايب بيضه كبيره فات على الغوندول معجوق هيك، عم بيقول له لخواجة جورج، لجورج مدلج ابن عمتي، بيقول له خواجة جورج خواجة جورج. قال له شو في؟ قال له في هاي البيضة بدي أعملها لفخامة الرئيس فؤاد الشيب وقدمها لكازينو بكازينو لبنان، بدك تعمل لي إياها مثل شو صنف هيك شيء؟ قال له خي أنا شو بعرف، فوت لعند واحد لعند الشيف عنا يعقوب، وأنا كنت بعني 3 أشهر بالمصلحة. فات يسأل مين الشيف حنا يوم صاروا شغيل يضحكوا. شو أنا؟ قال لي هيك 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 القضية. قلت له تكرم، أنت مين بدك إياه؟ قال لي بعد 15 يوم. قلت له إيه روح أنت يوم عليك، أنا كنت فكرت شو بدي أعملها. أنت عملتها بشكل بيضة وبشكل قصر جمهوري، وحطيت أرانب وسيف وترس على الباب ما دخل حرس والقصر الجمهوري وشي من هالنوع، يعني كاريكاتير عملتها يعني. واخذت يعني اخذت كيف بدي اقول لك شكل ما حدا بيتصور، واخذوه على الكازينو وظلوا 15 يوم يعدوه بكازينو لبنان. بعد منها بيجي جورج ابن عمتي بيقول لي ولك يا خال، قلت له شو؟ هيدي بعد تاني سنه. قال لي طالبين اجمل قالب جاتو اللي بينعمل وبياخذ منحه وبيسافر فيها على فرنسا من الدوله. قلت له انا يا خال شو انا شو بدي اعمل؟ أنا بدي أعمل قلب جاتو. قال لي هو فكر. هلا قلت له أنا لا، جاي خالي حنا، حنا عون جاي من أمريكا، كان باي مرته، باي مرته لجورج مدلس صاحب الغندور، بدنا نروح نلاقيه على المطار وهو بيكون خالي،
باي مرته بيكون خالي لا لخي لا امي. رحت على المطار انا وياه واقفين على الفيراندا مقابل البيست مطرح ما بيقول سيارات. عم اطلع انا هيك بعد شوي بس ما خلص اجى نزلت الطياره. قلت له لا من عمتي ابو توني صاحب الجندول. قلت له خال قال لي شو؟ قلت له فيك تصور لي البيست تبع المطار والمبنى تبعه في مجال تصور لي اياه دير من راب وتعطيني الصور؟ قال لي لشو؟ قلت له لفكر بلكي بعمله قلب جتو. قال لي ايه عندي اصحاب كثير هون. بيقوم بعد ما بدي بيجيب لي الصور من جميع الجهات والبيست تبع المطار. تعرف المسافة طويلة أنا شو بدي أفكر يعني. بعد شي شهر ونص رسخت الفكرة براسي. امتى عملت خشبة طبعا بالمتر عملتها وبتقسمها على السنتي كل متر سنتي هيك شي يعني. وعملت البيست وعملت المبنى وحطيت ثلاث طيارات على المب على البيست تبعنا اللي هي انتبه ما كان في بط... انت ما سمع فيها يمكن طيارة شركة اللي هي والتي ام اي للشحن والميدل ايست. كانت اللي هي والميدل ايست للركاب والتي ام اي كانت للشحن. عملت هيدا القالب انا واجا شافوا خوز الجوز نزلوه لتحت بالكاميون بالتراك وبعتوه. انا ما بعرف لوين بعتوه بحكي بصراحه يعني صاحب الجوندول بعتوه. بيجي الرد بعد 15 يوم انه انا ربحت الجائزه لسافر انا لبرا يعني. هلا السفره لبرا 25,000 بالسنه بس على السنه. بناني ابن عمتي لاني كثير عندي افكار قال لي كفي خال وقال على الباقي علي بس ما ترجع من فرنسا بترجع لعندي انا وبدي اعلم سنه بالمدرسه الفندقيه انا. لما رجعت من فرنسا علمت من المدرسه الفندقيه سنه ورجعت على الجندول استلمته للجندول لاخر 67 وكان طاير طيران الجندول يعني ما بعرف اذا سامع فيه. وهيك انا قويت وفي شغلة واحدة مميز فيها أنا إنه قديش بدك رسبات موجودة بهاي المصلحة بدون ما أكتب على ورقة أو في دفتر أيضا أي سؤال بيسألوني إياه كان ليه عن أي قطعة عن أي هنا بعطيني الرسبة أنا واقف دغري لحد هلأ يعني. وهلأ صار عمري 85 سنة بقى. وهيك لما جيت من عملت موعد وجيت انا كيف فت لهون 29 يوم كنت باستراليا انا وقت قدمت الشهاده تبعي وفت لجوا والله بعد ما وفقني بولادي ابراهيم كنت منزل عندي على المحل. تعرف كان في ثوره ونهار في مدرسه وجمعه لا يجي ابراهيم والولاد كلهم اللي عندي على المحل. ابراهيم سلمته الصندوق ويستلم معي وخيو روجيه الى ان وصلنا انه بدي اجي على استراليا. رحت على السفاره قدمت الطلب بابروس. هلا انا ما بعرف انجليزي. في وحده اسمها بربارا عم بسال انا انه في حدا بيحكي انجليزي عربي هون؟ قالت لي انا لبنانيه وبحكي عربي. قلت لها بدي اقدم طلبة على استراليا. قالت لي عندك حدا بيقربك بالدم؟ قلت لها لا. قالت لي ايه ما فيك تقدم. طلع صوتي انا بتعرف كان حوادث وفقر سمع السفير فوق قال لها شو في يا بربارة؟ نط واحد يحكي انجليزي قال لها جايب شهادة تبعه من فرنسا انا بدي اقدم طلبة على استراليا ومعهم بده تقول له بيقربك حدا بالدم. قال لك نزلت على الشافي ورق قال لك خدي 87 باوند ونص. وهيك 29 يوم كنت باسرائيل. هون فتحنا اول واحد تبع جيلفيد بجيلفيد ودغري الله اعطانا لانه هالقطعه اللي كانت تنزل بالمحل ما نزلت ولا بمحل باستراليا. لما جيت انا لهون صرت ابرم على شغل صرت ابكي ما كنت لاقي اطلع بالمحلات
هاي المحل بده شغل حنا يعقوب هيك قول انا الى ان الله وفقنا وصرت اشتغل هون نهار وهون نهار وجبت الولاد ابني ابراهيم من لبنان واندري وهيك هيك بلشنا ودغري الحمد لله دغري مشي لانه نحن كلنا كنا بالمحل اول ما فتح يعني كانت اليد العامله نحن ما كان فيه غربية وكلنا نشتغل بالمصلحة عندي ولادي كلهم ولاد مصلحة أربع شباب كبرنا وعملنا معمل كبير وهلأ رح نعمل نتائج أحلى إذا الله راد مكانات حديثة برودوي جديد كاليتي أحلى وأحلى لقدام رح تصير أنتوا على طول بتعرفوا يعني أصلاً لو ما من وراء زبوناتنا وتشجيعهم لأننا ما وصلنا لهون ونحن بنعطيكم الثم اب انه راح نكفي بعد اكثر ونعطيكم اشياء احسن بكثير. As we were speaking before in the area, that was the kitchen where we do all the preparation and all that. And then it comes to the loading dock area, and then we come into the cool room where all the fresh product and all the sponges and mud cakes are placed. As you come through the cool room, you then have the freezer room where all the freezer stock is inside as well. We deliver our products every single morning fresh. Our workers make them every morning to order. I'm in charge of all the freight and distribution to all the shops. Five stores at the moment. Distribute every morning. Every morning. I would definitely guarantee a profit at all. Done the same day or the day before. Yeah, every single morning. Yes. تعرف بقولكم unexpected أنا أوصل على محل وأتعرف على الأستاذ حنا يلي بلش من لبنان. أنا مفكر هو اختراع هون أكيد لبناني وكنت جاي تفرجيكم هون زرتهم بالسفرة اللي قبلها زرتهم بهيدي السفرة بفرعهم جديد صاروا 5 وجاي ارجع ادوق المعمل كيف بيشتغل وكيف بلشوا من الاول اندن بتعرف على البي على العظمه الكبيره وبيخبرني القصه كيف بلشت من لبنان اول ذا واي لهون عم شور كلكم ما كنتوا منتظرين ابدا نكون عم نسمع هيدي الخبريه يلي بتشوفوه هون هو اللي دقته هذيك المره خلينا نبلش بالبروفيترول يلي تليت الدنيا الفيديو اللي عمل ضجه كثير كبيره على انستغرام ان كان الحشوه ان كان العجينه من برا ان كان الشغل اللي بيعقد ما بتعلق ما بتكسر delicious 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 cream ها هي مثل ما هي and then بلش هون التارت لازم تكسر ما لازم تعلق لازم تكسر ما لازم تكون تاشة لازم تكون محشية مظبوط سكراتها مظبوطين طب very biscuity طلعنا لهم الدنيا وسخنا الدنيا جرغمت الدنيا بس مبسوط مثل ولد صغير اخذوه على ديزني لاند هات ندوق الايس كريم ايس كريم ظهره هلا من الفريزر very good quality ما بدي كسر سناني بروفيترول شوكليت بعرفوا حتى لو من good one حتى لو عجينة فات على الفريزر ما عضمت ما بيضت وما كسرت بعد الزيت العجينة الووتر كونتنت بقلبها قليل ما قرقشت and then البوزة well done actually very well done very very well done القصة حلوة الخبرية حلوة البي الولاد الحلم الشغل الاكشن ميات القطويات كلهم عم يشتغلوا واحدة ورا تانية وانا فليت الريحة ما قدرت بتعقب ولا عم بتخيل هاي 2 بوزة بالنص ايه انتوني كتلك هول اها خليك معي شوي جبت المعلقة المضبوطة رح ناخد سماكة معينة على القد اوكي هلا انت بعدين بترجع بتظبطها ورح نعملها بطريقة تقدر انت رحنا وكبسينا تاكلها مثل الساندويتش تفضل بليز بدك تعطيهم رأيك ليك هاي فكرة جديدة هلا ليك بعتقد هيدي كوكونات ايس كريم كوكونات ميبي شو ما كان هي بدها قشطة بدها حليب بدها تشيرز Thank you.
بلشت ب ب ب ب اندستري توتالي ديفرنت. يعني كنت اشتغل بالاعلان, كنت اشتغل ادفرتايزنج اند ماركتنج, كنت اشتغل بالاخراج بلبنان, عمل فيديو كليبات لنوال الصغبي, لداني حتشيتي, لنقول القصه لناس من ايام حتى لما رحت على الخدمه بلبنان, مد خدمه الجيش. اروع سنه كانت بحياتي, حلوه كثير, تعلمت كثير قصص شو لازم اعملها بالحياه وشو تعلمت ما لازم اعمله بالحياه. كانت مدرسه حلوه الى ما هنالك قررنا انه بدي اطلع بهالطياره وكفي الاخراج بسيدني يوني اعمل الماسترز هناك. وطلعت بالطياره. I remember كانت صعبه كثير على اهلي المجي من لبنان لبدك تدفع قسط كامل. وطلعت بالطياره كان معي بتذكر منيح $2,500 بعدني في يلون منيح محولون على الأسترالي. وجيت وبلشت التحديات لأنه I never believe قطعت بأني مصاعب بحياتي لهلا ما بعدهم مصاعب, هودي كلهم تحديات. وأنا love this, أنا love, I think إذا لقيت ومرتي بتضلها تقلي ما عم بيقطع نهار عم نزهق بحياتنا, بحب كتير تحديات. مهم طلعت وصلت لهون, عملت ماسترز بسيدني يوني اول وحده, ثاني وحده لان كانت الفكره انه بدي اخذ الجنسيه. وكفيت ولقيت شغل واشتغل بساتشي, اشتغل بليو برنات, اند ذن صرت اشتغل بفيتشر فيلمز لايك استراليا دوينج فيجوال افكتس, ستارت دايركتنج, اشتغلت عملت ميوزك فيديوز لبيج نيمز هون لايك كيسي تشامبرز, جيمس راين, كنت سافر على لبنان اعمل لدنيا حتشيت نواز اكسترا, ربحت الميركس دور كمان في سنه اي ثينك 2007 وشينا وماشيين وعم في نجاحات ومبسوط فيها. تجوزت, صار عندي ولد ومرتي شيز تشارتر اكاونتنت كمان توتالي ديفرنت كوربريت. وطلعت على راسنا اوكي طب نحن وير اوكي وير دوينج اوكي, ليش ما منساعد بالكوميونتي تبعنا؟ اند وي ستارتد, بلشنا بالبرش تبعنا انتني. وبالغلط كان في ختيار اكشلي مرتي هي اللي عرفتني عليه, قالت لي هيدا ما عنده حدا استرالي خلينا نروح نساعده. انا بكره اللون موينج, اكره شيء عندي كان اللون موينج, وهذا الزلمه كان بده لون موينج. فسمعت الكلمه من مرتي ورحنا لعنده, وصلنا لعنده تنساعده بالحشيش. طلع منه حشيش, طلع غابه لهون, بس انه بدي فرج حالي قدام مرتي قلت يلا بنساعده يا سلمه ونقص له الحشيش. وصلنا حشيش بمساعده, وصار كل جمعتين يسالنا. هنيك النهار دلنا على صاحبه بده يعمل شوبينج كمان بالبينجو بيلعبوا, قلنا وراد يلا let's go let's help we love it we went. رحنا ساعدنا نهار الأحد كمان دغري بعد الكوميتمنت اللي عنا إياه, ورحنا أخذناه على يعمل شوبينج بone of the department store. تالت جمعة ما الحلو بالختيارية إنه بخبره إنه word of mouth when it comes to caring is everything you need. This is marketing. Marketing doesn't exist other than through the caring industry, other than in a word of mouth. مهم بعد فترة أنتني بدي قلنا الدولة بدي قلنا إنه وين بتحكي معي بتقول وين السيرفيس أجريمنت وين العقد تبعك؟ قلت لها أي عقد؟ أنا ما كنت بعرف. قلت لي في عقد أنت كيف عم تشتغل بدنا ندفع لك؟ قلت لي بدكم تدفعوا لي؟ كيف بدكم تدفعوا؟ رحت عند ديالا قلت لها هيتو في دولة إنه بتدفع جود. رحنا أصحابنا جمعنا أصحابنا من 1-2-3 صرنا 12 بالرعية وبلشنا مساعدة. كنا صرنا يعني جروب نجمع هالمساعدات نقبضهم ناخدهم ونقدمهم مساعدات, إلى ما إنه ب 2015 شو مثل ما بيقول زياد الرحباني ضرب شو شنقل in a positive way, قعدنا قلت لها you know what ديالا this can be big, this can be big and it's amazing. قضيت كل حياتي انا كمخرج نشتغل كثير على بلانينج وك كول شيتس وقصص ويو دروين برودكشن ومدري شو. اجى وقت البزنس قلت لها ديالا I'm gonna have a business plan but I know it's not gonna work. I think there's something driving it. The man up there is driving it that we have no control.
It's مثل كأنك أنت بالشخطورة وفي قد ما تجرب تدعن أنت عم تسوى بس في ريح في مثل ياخت هي عم تاخدك مهما لك تروح ونطينا رنا بال 2015 نقول that's it it's my guardian we're going all the way ديالا continued with her as a chartered accountant كفي تشتغل بشركة شركتها أنا بلشت خفف الإخراج و within 6 months تركت شغلي ديالا within I think a year less than a year تركت شغلها من and it's amazing I don't believe في شي recipe أو anything the only recipe بقولة إنه هالشغلة المصاري ما بتعمل شي هالشغلة الماركتينج ما بتعمل شي هالشغلة الوحيدة إنك تنجح فيها هو يكون عندك قلب وتروح تشتغل رغم كل شيء نهار عيد الاستقلال ممنوع ينتسى ممنوع يقطع قطع الطريق فاليوم قررت عايد مع ماي جاردين طلعوا بيعايدوا قد الاستقلال صاروا كتير زمان مع كل موصفينهم اغلبيتهم لبنانيه بس في كتير مش لبنانيه وبيطعمون اكل لبناني غير شكل بدكم تشموا ريحه هيدي الاوضه ومش بس هيك علم لبنان هابي لبنيز اندبندنس داي ماي جاردين وهالطاوله الغنيه ماكسيموم والموسيقى اللي عم تسمعوها ان ذا باك جراوند واو اسم الله عليهم كم موظف في هون 70 80 واحد لا الجو عندهم بعقد كلهم مبسوطين طلعوا الضحكة على وجههم وكلهم مبسوطين ماكسيم اغلبيتهم لبنانية او لا ناطريني ما كنت عارف هالقد ايه and they're super enjoying what they do we're gonna celebrate في هون في هونيك اهلا وسهلا فيك يا انتوني thank you okay I'm hungry aren't you yes very hungry let's do it we're employing more than 400 people وانا كتير بهموني واذا بدك تحكي الكريدت نسي كيف بلشت لأنه أهون شيء تبلش أصعب شيء إنك تكبر. It's بيقولوا لك startup is easy. It's hard. It's actually no the easiest thing. الدنيا بتشتي أفكار بس الأصعب شيء هو إنك تأخذ هالفكرة وتكونها وتخدها عند مديها مثل ما أنت عندك طموحات. ونحن كتير فخورين من هالناس اللي عم نعطيهم opportunities. الفضل مش 99% 100% لألون لأنه كل كيرة عنا إياها هي ماي جاردين مش أنا أو ديالة هلأ أو الخمسين شخص اللي عنا إياهم بالمكتب اللي عم بيحكوا بقلون إياها كمان بالمكتب It's the care It's هالشخص اللي عم بياخد هالختيار ويفوته على الحمام ويحممه أنا حيلا حدا بلاقيها صعبة وشغلة تانية أنا دايما بقلون في ثلاثة they're always underappreciated in the carers nurses young carers or nurses the teachers and the army people how the ناس they are vocation لأنه شغلتهم ما اسمها شغل you know when you say an army person that's not a job that's you can call it as a job it is kind of a sacrifice it's a vocation لأنه هيدا job هو أصعب جوب ممكن حيلا حدا يعمله إذا ما بتحبه وإذا بتحب اللي عم تعمله كيرا هيدا منه جوب بصير من قلبك عم تشتغله ومبسوط عم تعمله بتحس على حالك ما عم تروح على الشغل بتحس على حالك إنه 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 رايح على الشخص تتخدمه فهيدي هال 400 شخص اللي نحن عنا إياهم اللي we take a lot of pride in them Hello أنا اسمي ديالا أزي هابر خلقاني بالجية بلبنان جيت على أستراليا كان عمري 5 سنين ب1988 وإنه عشت هون أهلي ربوني هون لبنان بيضلوا بقلبنا وتعرفت على جاد وكان عمري 25 سنة وتجوزنا بلبنان وجينا على أستراليا وعشنا حياتنا وعندنا 2 boys 9 and 4 2 beautiful boys Aiden و Francis وماي جاردين كيف خلقت حلم منساعد العيال منساعد يلي اللي عايزين نشتغل من قلبنا ما في شيء يلي ما بنعمله بنعمل قد ما فينا وأكتر
هيدي رسالتنا بهالحياة، نساعد نغير الحياة، وهلأ عم نساعد عيال بجموعة، وعنا هلأ فوق 400 الموظف. هود الموظفين كيرز، warm hearted كيرز، they are my guardian, they represent my guardian. We thank them for everything that they do. They are our pride. وكل الشغيلة هلأ بالمكتب عنا كمان، كل واحد منهم نحن نقيناهم بين ايدينا، وبالقلب الطيبه وبالقلب يلي بتساعد، لانه هيدي شغلتنا يلي بنعمل، بدنا لازم نشتغل من القلب، مش مين ما كان فينا نوظف، وبنعمل قد ما فينا. واكيد ما في شيء بيرفكت، no such thing as a perfect job, but we can guarantee that we do our best and we learn and we work together. And كثير مبسوطين هلا وين صرنا ومين عم نساعد ومين كمان بعد بدنا نساعد بالمستقبل. أنا جاد هبر بضيعة من لبنان اسمها بسرين، فيها يمكن شي 100 شخص على نزلة هيك 60 degrees، وأهلا وسهلا فيكم بماي جاردن بشي 8000 كيلومتر بعيدة عن من وين ما خلقت ومن وين ما جيت. ماي جاردن it's an approved age care provider with the Department of Health and we are a registered NDIS approved provider. طلع على الختيارية على الناس اللي عندهم إعاقة، ونشتغل مع المستشفيات ونشتغل مع الدولة Workers Comp مع iCare، يعني نحن بنهتم بحيلا شخص من عمر صفر لعمر 101 بحاجة لعناية، إن كانت عناية فائقة يعني High Care، أو تكون عناية تنساعده بالمجتمع تنقدم له المساعدات من خلال الكيرس اللي بيروحوا لعنده. فهيدي ماي جاردن، وهلا بلشت هيك، وهلا عم نكبر انه نكون مساعد ونتبرع ونكون ناس مؤثرين بالكوميونيتيز ونتدخل مع بقيه القرارات خلال الدوله. يعني اذا عندنا مشاكل بنحكي مع الوزراء، بنحكي مع الديبارتمنت تنقدر to contribute to give back to the community in a positive way، نعطيهم ارائنا ليكون في تحسن و better R&D research and development. We are multicultural. We hire a range of our staff speaking all different nationalities. We can help anyone whether you speak English or not. For anyone under the age of 65, we help via the National Disability Insurance Scheme, the NDIS. If you have not already applied for the NDIS, it could be for yourself, it could be for your kids, it could also be for your parents. تقريبا بيوصلنا بالنهار حوالي 600 ل 800 ايميل. This is our traffic between in and out of emails. Phone calls is about 14 تقريبا بال 1400 تليفون. This is not all the department as well. So يعني بدك تتخيل التليفونات دايما عم بترن، دايما عم بيصير في قصص. واليوم it's the Independence Day, it's the Lebanese Independence Day. فحبينا انها تجي تشوف كيف في، انا I believe انه في لغة هي you communicate with and there's something, there's another language and it's called the food. أنا I believe it. في وفي مثل كمان على هالأساس تعلمته من شخص بشتغل معه نيباليزي، قال لي جاد، أنا كتير بحب النيباليز فود، جاد food always tastes different when you're by yourself or when you're with someone. It can be the same food بس دايما طعمة الأكل لما تكون مع شخص تاني عم بتشاركوا هالأكل بيكون طعمته غير وبيكون أطيب دايما. And that's true and I believe إنه الأكل هي لغة بحد ذاتها نقدر نحكي فيها ونتواصل فيها ونشارك الكالتشر تبعنا ونخبرهم عنا. يعني وأكثر شيء بتضحك فيها، أنا بحب كثير الكبة النية، وكل ما بدنا نعمل شيء بحب جيب كبة نية. شو بقول لهم؟ بقول لهم at the beginning كنت بقول لهم إنه هيدا بيتروت وبلغول خلطينه ودوري كله. فتعودنا هلا كبرت الشغله، صار كل الكالتشرز عنا اليوم بحبوا كثير الكبه النيه وبلاقوها شغله انه مهضومه. وانا بحب شوف انه تشاينيز كالتشر، نيباليز كالتشر، فلبينو كالتشر، غريك كالتشر، ايطاليان كالتشر، اولد اور اوستراليان كالتشر عم بياكلوا هالشيء اللبناني اللي نحن بنحبه وبنعتز فيه وبنشاركه معهم.
أهلين، أنا اسمي أنتوني أزي من جيب باللبنان. أنا الماركتينج كورنيرا هون بماي غارديان وتشرفنا فيكم. عندي خبرية كتير حلوة لك، كتير حلوة لك، تركوا لك الجاد كله. Oh my goodness. لا. That's amazing. بدنا نشوف شو بدنا نعمل. بدنا نروح. بدنا بدها زيت. وحدة بكل صحن. أبدا. كب ناية، كب ناية، كب ناية. نعملها؟ Let's do it. وانت كب ناية. That's Nasreen. Where are you? He's actually an Arabic customer, so I just mentioned to him that we're celebrating Independence Day here and that he should go to his local community and check it out too. He called to say he misses me and he wanted to say hi. Oh, Stephen Scab. Is it? Said, I haven't heard from you in a while, I'm just calling to say hi and see that you're okay. So he's going to go down to the local community and check out. He said they're doing something down there for honey cake, right? Yes. That's his signature. Of course, it's made out of honey, and she wanted you to try it. She's the biggest fan, and she wanted you to give it a go. What do you think? خلقانة بالكورة وجيت لهون. ويلا شنهاي يمكن تعمل بزنس. إذا الله رأي. مش عارف تذكر الفيديو أنا دوقته لأنتوني ويمكن حب. أنا مندوب بعد شوية لما تروح تحب كل شيء. حتيكو صبيعك وراهون. حلو. ذكرني بالميل كريب يلي حكينا عنه عدة مرات. لايرز فوق لايرز فوق لايرز. Very good flavor. Very nice. Nicely sweet and not over sweet. يعني ما في طعمة سكر، في طعمة حليوة حلوة. That's a good one. فضلوا. ومنه دلع. اسمي ساركيس جليليتي، انا من زغرتا، جينا على استراليا بسنة 72 وبلشنا نشتغل والله عطانا، وبعدين فتحنا بزنس اسكول فايف ستار. صارنا هلا 32 سنة بهالبزنس، بس هلا اولادي صاروا مستلمين، انا بيجي بتسلى شوي في شو عم بيعملوا. بس اسم الله هلا this is all the new products. كنا very very big in plastics, but the last couple of years they've changed the laws وهيك. So now we're moving away from plastic. We still have a small range in plastic, but it's going to be more paper products as you can see. Any occasion that you want, women are very fussy. So they want different colors to match. What's good about our range? If you pick plastic cups or napkins or cups or table covers or decorations, everything matches. We make it so much easier for you. We have 22 colors to choose from. So whatever the theme is, it's a Holy Communion, it's a 21st, it's a wedding anniversary, whatever the occasion is, we cater for everyone. This is where we carry all our stock. So you start off with when you're having a party, you need table cover. So we have table cover rolls. Any color you like. You got white and red and black and purple, magenta. Any color you want, you can start off. But then you might need napkins. Napkins, what color would you like? We have luncheon napkins.
We have dinner napkins, we have cocktail napkins, any color that you like. We cater for everything. You want cutlery? We have wooden cutlery. This is what people want now. So this is our cutlery, it comes in 18 colors. You want table covers, rectangle ones, so just for single tables, any color you like. You want cups, we have colored cups everywhere. You want lunch boxes, leftover stuff for the kids to take home with them, any color you like. So we cater for everybody. We can print anything that you like, any occasion. It could be a business, could be celebrations, one color, two sides, one side, big balloons, small balloons, whatever you like, you can get it here. My son Robert, he's been in the business since he left high school. Okay, he's just amazing. I mean, I've taught him everything that I know, but now he's taking it to another level. I'm so proud of him. And he's very honest. The things that I've taught him is when you shake hands on a deal, it's done. Be honest, and we're always available. You're always approachable, you know? And that's the, here he is. That's my son Robert, who's basically is the face of the company. I'm sort of almost in retirement, but this guy is taking the business from where it was to another level. And he understands the business, he runs the business, he travels, and he reads that's Robert Jalaylede from Zgharta, next generation. Hi Anthony, thanks for having us here. Yeah, my name's Robert. So I've been in the business now since I was a child, basically born into the business. I think our love for our family is the most important part of our ethos in our company. So we take everything from having your children's birthday parties and their special occasions, and we use that in our business to sort of try and spread the love to so many other businesses and families around the country, Australia and New Zealand. A lot of our products are based on color trends. We focus on what's happening in fashion, in home decor, interior design, and we sort of put that into party products. So we make our parties really trendy. So if you're having a first birthday party, a christening, a Holy Communion, an 18th, a 21st, a 50th, a wedding, doesn't matter the occasion, we try to make our products super, super trendy, and most importantly, really easy to use, so you can style your party like a professional. And we focus on sustainability and also pricing to make sure it's very competitive as well. So we're very proud of what we do, 32 years in business now. My parents set an incredible platform, and myself and my family and our team just try to continue that sort of love through our business. And you made sure to remind people that Zgharta is in the middle of the world. That's the most important piece to our business. So our roots are very important to us. هون اسمها شوهاسكارية برازيليان باربيكيو بليس all you can eat. هيدي بانانا مال فراي بانانا. هيدي تيبيكال برازيليان فاصوليا بينز. هيدي 100% اكل فقير. This one too. Beans and rice. هيدي اسمها مانجيوكا فريتا. هيدي تشيبس. هيدي استلي برازيلي اسمها كوفي. هيدي فاروفا مانجيوكا اسادا فيناغريت بون دي كيجو الاحمر معناته نو ستوب ذا مو فود والجرين انه keep coming and it's different meats cooked differently هلا انتوني ويل شو يو از ذي كم
they start coming along. But yeah, it's, as you can see, it's a little mezza Lebanese and a Brazilian mezza. This one is caipirinha, number one drink in Brazil. It's made from cachaça. Cachaça is made from sugar cane, cachaça, limon, sugar, and ice. Heidi, typical, but the Arab Brazili, Arab Taba Lebanon, Heidi be Brazil, caipirinha. دخيل اجريك خلص ما بقى فيني اكل احمر خلص good night.